محمد المصلوحي، عندي الدبلوم ديال توزيع المكالمات الهاتفية، حاصل على الشهادة بكالوريا. أنا من الناس المعطلين اللي كنطالبوا أننا نتوظفوا يعني، وما ما كاينش البديل، ودرت هاد المشاريع هكذا كنبيع ونشري فيه باش نقدر نعيش، حيتاش ما عنديش شي حل اخر، عندي وليدات وباش نقدر نعيش درت هاد الشيء. المهم كانت ترزق به الله والحمد لله. بعدا كنتقاتل مع الوقت، وكان الناس متوخى، واخا كاينين بزاف ديال الصعوبات وبزاف ديال العراقيل، ولكن ما عنديش شي بديل واحد اخر. كاينين الناس اللي كيسرقوا ليا، كاينين الناس اللي كينصبوا عليك بالفلوس، كل واحد وكيفاش كيسميتو، ولكن ما عنديش شي بديل واحد اخر اللي خلاني ندير هاد المهنه هادي، حتى ما لقيتش البديل. جميع الابواب دقيت فيهم، حتى شي واحد ما كيديرش معاك الحل. ما جربت بزاف ديال الحوايج ودرت بزاف ديال الحوايج، حتى حاجه ما صدقت ليا، وصافي هادشي اللي خلاني انني ندير هكذا. عندي دبلوم ديال توزيع المكالمات الهاتفيه، نقدروا نخدموا بحال هكذا في لاجونس شي، المهم اي اداره تقدر تخدمنا، ولكن ما بغاوش يديروا معنا الحل. فيما نمشي وكيقول لك لا، انت ما كتشوفش، انت ما تقدرش دير، انت ما وحنا وماشي كاينين الدراري مكفوفين اللي خدامين بحال هاد الخدمه، وخدامين بنفس الدبلوم اللي عندي، ولكن مؤخرا ما بقوش كيبغيو يخدموه. ما عرفتش السبب، البلاصه اللي مشيت ليها كيقول لك لا، ما يمكنش لك، انت مكفوف، ما يمكنش لك، غايجيك صعيب داكشي الدراسه. انا اللي ما باقي مكمل، راه كندوز بالحور، راه ماشي ما مكملش، راه يلا عاد خديت البكالوري، غير كان ديباني غير شويه وصافي، غير باش نبقى عايش وصافي، غير باش المهم باش نلقى ما ناكل، ونلقى باش نخلص الكرا. عندي بزاف ديال الافكار، انا ما كرهتش نتوظف بحالي بحال الناس، ولا تكون عندي شي مدخول شهري بحالي بحال الناس، حتى انا وما نلقاش بزاف ديال المشاكل والعراقيل اللي كنلقى دابا. كاينين هما قلال، راك عارف علاش ما كيزهمش الشخص المكفوف يدير هاد المهنه، حيتاش فيها بزاف ديال المشاكل. كاين اللي كيسرق ليك، كاين اللي انا دابا اللي كنهضر معاك، راه شحال مره تسرقت وشحال مره تنصب عليا، عينا ما ناضلو، وكنا كنمشيو يوميا حدا الباب ديال الوزاره، وكناكلو العصا، وكنجيو في حالتنا، ما كيديروا معنا حتى شي حل. فيما نمشيو كتكون غير القوه اللي سميتو كيوكلونا العصا، وكنجيو في حالات. كنلقى بزاف ديال العراقيل، بالنسبه كما قلت لكم، بالنسبه للناس اللي كيبغوك، اللي كيبغي يتقدم عندك، اللي كيشوف كما كتشوفش كيقول لك بشحال هادي، كتقول لي شنو هي، انا راه ما عرفتهاش، وريها لي، راه نشدها، كيقول لك اه ما كتشوفش، صافي خليك، وكيمشي بحالو، كيخليك بحال كتسمى هذيك اهانه، حيت عارفك ما كتشوفش، صافي ما كيبغيش يشري من عندك. واحد المره تعرضت لسرقه غير هنا، يعني في هاد البلاصه، جات واحد السيده سولتني، قالت لي هاد الصندوقه بشحال، قلت لها 90 درهم، قالت لي بزاف، نقص شويه، قلت لها ماشي مشكل، نقص شويه. بقات كتقرقب فيها بحال هكا، جيت بغيت مي حسيت بها راه مشات، جيت بغا غير نقلب هذيك الصنيدقه، كنلقاها ما كايناش، داتها ومشات في حالاتها، لقيت غير البلاصه ديالها. بزاف ديال ماشي مره ماشي جوج المطالب ديالنا، هما بغينا نتوظفوا، وبغينا نكونوا بحالنا بحال الناس، حيتاش مهمولين ومقصيين، ماشي غير انا، راه بزاف ديال الدراري معايا حتى هما معطلين. الرساله اللي بغيت نوصل لجلاله الملك نصره الله، انه يشوف لينا شي حل، حيتاش عينا ما نطالبوا بحقوقنا، حتى شي واحد ما بغاش يدير لنا الحل. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.